السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. أخوتي أخواتي، اليوم أنا ديما معكم بالجديد وديما معكم في السمنة السمنة السمنة. غلاضوا تغلقوا الحنيكات وتغلضوا الوجيه والسيقان والصبيعات وكل شيء كل شيء كل شيء كل شيء والخدود كنت ما يغلاضوش ويربات. وتابعوا معايا وندخلوا معايا. اليوم بغيت نجيب لكم واحد الكريم، مو هو طيسم من ماشي تينفخ كيدير اللحم. تابعوا معايا اليوم شنو وجدت لكم. تابعوا معايا مزيان خوتي خواتاتي وليداتي بنياتي المشاهدين ديالي، راه انا ما عندي معكم غير الجديد. هذا هو، هذا شنو هو؟ هذا هو العدس الاحمر. شتي هذا الكريم؟ هذا كريم مع مصايبها بيديه مقداها صوبايا. هذا العدس الاحمر، كلشي كيعرف العدس الاحمر، كلشي كيعرف ينقيه، كلشي كيعرف يطحنو، كلشي. خذوا العدس، هذه كريمه يا سلام، درتها لكم كريمه هذه في السمنه هذه. لاحظوا معايا هذا، هذه زيت الكثيره. هذه زيت الحلبه، كيغلظ هذا كيدير اللحم ماشي تينفخ. هايا هادي زيت العنبر، هايا شتي هادي زيت الحرط حنطا، يلاه قاديتها في الماكينه دابا، باقي ما درت لها كاع. هادي زيت العنبر، علاش كنركزو حنا؟ ها العشبه الذهبيه اللي كتغلظكم البنات. هاي شوفوا هاد الكريم كيفاش غادي يجي، طبيعي وفعال غوزي هكاك من عند الله، ما في حتى شي حاجه اللي هي صباغه ولا. شاهدوا معايا مزيان، هذاك طرش فيك الكفيفه في هذاك العدس الاحمر، نوريو ليهم. ها هي هنا حطيتيني قبيله، راه درتو تما العدس الاحمر. لاحظوا معايا واش تبغي تخوي في طبيقة سربي. شوفوا البنات، لاحظوا معايا اشنو كندير، واش درت؟ لاحظوا معايا، لاحظوا شاهدوا معايا مزيان. شوفوا كريمه تبارك الله، اللهم بارك، هذا راه كريم راه كنقدو انا بيديا، ما تنشريه ما حتى شي حاجه. ها انتم شاهدوا، شاهدوا معايا مزيان. شتي كريمة حطوا مصايب بها وديروها الماسك للوجه ديالكم. هانتو شوفوا، عرفتي العدس الاحمر راه كيسمن، راه هو بحالو بحال العنبر. هانتو هانتو شوفوا، ها هو العدس الاحمر. شتي باش تعرفوا هذا؟ شتي هذا كطحنوه، ما كتقليوه، ما حتى حاجه، جيبوه نقيوه غسلوه شمشوه شويه تينشف نشفوه طحنوه. ها شاهدوا معايا، هذا ثاني راه هو العدس، هذا مطحون مزيان. باش تعرفوا هذا طحناه مزيان، ها حتى ولا بودر. هذا راه طحناه، بغينا نديرو به حتى هو قماج. دابا تابعوا معايا وديروا جيم وديروا ابوني وتشعل الجرس باش يبقى يدخل لكم الجديد ديالي. شوفوا ها هاني انا كنعطيكم زيت العنبر، ها هانتوما شوفوا زيت العنبر. شتي الزيت الذهبيه كتغلطكم ودير لكم السمنه، هو السر ديال الصحراوة اللي عندنا حنايا. وسيروا البنات تابعوني وديروا هذا الشيء، واللي بغات تشريه مرحبا بها. ها التليفون عندكم، ها كل شيء عندكم، تجي عندي ماشي مشكل. اللي بغات تصاوبوا تصاوبها بصحتها وراحتها، انت ما عندكم فاش تحلوا والو. ها هما جيبوا الحكاك ميريكان، شوفوا تبارك الله الكريمه كطلعت. شتي الكريمه كطلعت تبارك الله ما شاء الله. شوفوا
بغيت نوريكم. انا راه عندي مصاوب مقاد، ها نتوما شاهدوا الكريمه كي دايره، ها نتوما ها هي هذه راه الزيت تاع الحلبه، هذه زيت العنبر، هذه زيت الحلبه، ها هي مرحبا معايا. شوفوا تبارك الله الكريمه، ها شوفوا الكريمه، ها شوفوا الكريمه، ها انتم شوفوا الكريمه، شتي تبارك الله الكريمه، ها شتي الكريمه كتدخل قدلكو هكا، دلكو دلكو دلكو، ها هو راه مبيض الوجه وفي نفس الوقت كيسمن، ها انتم شوفوا كيف هو راه، ها هو شتي والله القسم يا البنات هذا راه كيسمن، راه كيغلب، ها انتم ها هي الكريمه شتيها، شتي الكريمه طبيعيه وفعاله 100% قسما بالله البنات، ها شوفوا تبارك الله، ها شوف شوف والله العظيم يا البنات الا كتدخل مع الجلد وتترد الحنيكات حمرين، وهذا اللون اللي فيه يا تبارك الله وما شاء الله راه ما فيه لا صبغه لا حتى شي حاجه، هذا طبيعي، هذا راه مسمنه وماسك الوجه وطيبيض وتنفخ تيغلب وكيحيد التجاعيد من الوجه والتصبغات والكلف وكل شيء، الطلولات اللي كيكونوا عندنا في الوجه وكل شيء، ها هو البنات، ها انا تنجيب لكم ماسك سحري، ها شوف ماسك هذا ديريه على وجهك واحد 10 دقائق وغسليه، بغيتي ديري سيقانك باش يغلاضوا ديريهم، بغيتي ديري ليديك ديريهم، ها هما البنات، وتابعوا معايا وديروا معايا مزيان، ها هو هذا، هذا غندير لكم غوماج به، شوف هذا ما مطحونش بزاف، هذا اللي درناه كريم راه مطحون بزاف البنات، راه تيزيد في زياده الوزن، راه تركيب الارداف والمؤخره هادو، وتيني يغلظ الوجه تيسمنو، ها انتم ها هو ها، شوفوا تبارك الله اللوين، شوفوا اللون ديال سيدي ربي، ها شوف اش عطانا سيدي ربي تبارك وتعمل خيراته، ها شتي ها هو، ايوا شاهدوا معايا البنات، الله يجزيكم بخير والله يكثر خيركم قسما بالله يا البنات، انا تنعاهدكم وديروا هذا الشيء، الى هذا راه ماسك ومبيض ومسمين وكيغلط وكيقاد السيقان وتيغلط الارداف والمؤخره والوجه تبارك الله، راه ما تلقايش فيه، راه ربع ايام خمس ايام تبان لكم النتيجه عندكم، غير نتوما البنات جيبوا زيت تكون طبيعيه، هانتوما خوتي راه خدو هانتوما، سمحوا لي على الطول، هانتوما شتيو ماما هادو راه زوينين، هذا راه اللون ديالو ما فيه حتى شي حاجه، شوف تبارك الله هذا هو باش درنا الكريمه، هو شوفوا قسما بالله خوتي خواتاتي كيغلظ هذا الارداف وترتيب الارداف تكبير الارداف والمؤخره السيقه الوجه، يا سلام قسما بالله الا ديروا هذا وردوا عليا الخبر، هذا راه غندير لكم باقي ثاني به كوماج اللي دين منه كون كتبيضوا كتزيانوا تتكادوا تحيي لكم الكحوليه، منها كتغلاضوا ديروه للسيقان ديروه لكل شيء كل شيء كل شيء ديروه، راه زوين ومعاه الزيت ديال العنبر والزيت ديال الكتيره والزيت تاع الحلبه، شروها من الباراميديكا، يلا خوتي خواتاتي يا البنات انا جبت لكم سمنه سريعه وسهله وبسيطه ورخيصه، كيلو 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 عايدي لكم شهرين، جيبي نص كيلو كي نص كيلو قدك وطحني ونقي وزوين، شوفي اللوين تبارك الله اللي فيه وراه كيغلظ، هذا تحيديش من بالك هذا راه قريب العنبر وراه كندير به حتى التحاميل، شوفوا البنات عندي لكم التحاميل بهذا، كونوا على يقين عندي لكم التحاميل فاتوا في اقرب وقت التحاميل ديالو، يا سلام ما يضروا في البصر ما يضروا في حتى شي حاجه، تابعوا معايا وان شاء الله وانا غادي ندير معكم هذا وندير معكم العجنه، هاهي شاهدوا معايا مزيان وهانتم، ايوا تبارك الله عليكم وديروا به ماسك الوجه، هذا الكريم ديروا به ماسك الوجه، راه الوجه يتنفخ اللي عندها التجاعيد اللي عندها هنا خليها راه غيغلاض غيتقاد، اللي عندها هنا حدا الشوارب مكمش ديروا ترد عليا الخبر، ديروه لسيكاركم ديروه للارداف ديروه للصدر حتى الصدر ديروه به، راه تيسمن راه السمنه السريعه هذا اللي كاينه في هذا العدس الاحمر، يلا البنات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، راه مهليه فيكم انا عيب السمنه وتغلاضوا وتبيضوا وتزيانوا، كندير لكم عصفورين بحجر، نضربوا عصفورين بحجر، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، وردوا عليا الخبار البنات، وما تنساونيش في التعليق ديالكم الزوينين بحالكم البيضين بحالكم وتهلاو في روحكم، كنجيب لكم انا حاجه اللي هي متقى منها، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ما تغفلوش البنات على هذه الوصفه ما تغفلوش.